بين اليأس والتشكيك. هنالك ظاهرتان تكتنفان المؤمنين الذين يعيشون في الفترة بين الأنبياء والآئمة. الأولى ظاهرة اليأس، كلما طالت الفترة ولم يظهر المصلح الموعود به، وربما كانت الفترة تسع عدة قرون وتستهلك بضعة أجيال، فكان الناس يشككون في الأحاديث المبشرة به، وخاصة في الفترات السابقة التي لم يكونوا يمتلكون وسيلة لنقل الحديث سوى ذاكرة الرواة. الثانية ظاهرة التشكيك في مقدرة المصلح الموعود به على تغيير الأجواء، لأنهم كانوا يرون التقدم المادي للبشر، وكانوا يظنون أن النبي اللاحق سوف يستخدم الوسائل التي اتبعها النبي السابق، فكانوا يجدون تلك الوسائل غير مجدية، فيعتريهم الشك في قدرته على إنقاذ الناس من براثن السلطان الغاشمة المزودة بالأسلحة الجديدة. في ظهور الرجاء والشفاء والقضاء للشجون، إنني راحة المتعب، قرة للعين.